تصاعد مخيف لأعداد الإصابات بكورونا في الصين، كنا اتكلمنا عليها قبل كده، ولكن التصاعد مستمر. احنا بنتكلم على عدد الإصابات حوالي 88 مليون شخص في مقاطعة واحدة من أكبر مقاطعات الصين، لكن احنا بنتكلم على أرقام. طبعا الصين لا تصدر أرقاما رسمية للإصابات ومنعت إصدار الأرقام الرسمية، لكن الحقيقة أن الأرقام صعبة. مثلا الصين سجلت في 25 ديسمبر فقط 37 مليون إصابة. الصحافة العالمية قالت أن 18% من سكان الصين مرجح، احنا بنتكلم بقى في مليار يعني و 100 مليون تقريبا سكان الصين أو 400 مليون، ف 18% من سكان الصين مرجح أن يصابوا بالفيروس بالكورونا أو أصيبوا خلال العشرين يوم الأولى من ديسمبر. خلينا نعرف الوضع إيه. دكتور أمجد الخولي، مستشار منظمة الصحة العالمية للأوبئة. دكتور أمجد، مساء الخير، ماذا تراقبون في الصين؟ مساء الخير أستاذ لميس، تحياتي لسيادتك أستاذ شديد، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بصحة وسلامة. الحقيقة كما ذكرت حضرتك، الوضع في الصين مقلق جدا. في متحول جديد سريع الانتشار تم تأكيده في الصين. الصين لو كنا متابعين الفترة السابقة كانت مشددة جدا في تطبيق الإجراءات بشكل صارم جدا، وكانت ملتزمة جدا بسياسة زيرو كيسز، صفر حالات، والحقيقة نجحت بشكل كبير في الحفاظ على مستوى متدني جدا من الإصابة طوال عدة شهور. ولكن في الفترة الأخيرة وبشكل سريع قررت رفع كل الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة، والحياة ده كان متزامن مع بداية موسم الشتاء، موسم البرد، وأدى إلى وجود حالات كبيرة وتزايد سريع في أعداد الحالات، بالإضافة إلى وجود المتحور، عدة عوامل سهلت انتشار المرض. للأسف الشديد البيانات لا يتم نشرها بشكل سريع مع منظمة الصحة العالمية، منظمة بتتابع عن كثب مع دولة الصين وطالبها بشكل دائم المشاركة سريعة ودائمة ويومية للحالات، ولكن الوضع الآن في الصين هو فعلا مثير للقلق. لكن مهم جدا نعرف أنه ما زلنا في الجائحة، وارد جدا حدوث زيادة في أعداد الحالات في بعض الدول، ولكن ليس بالضرورة أن تحدث نفس الزيادة في كل دول العالم. طيب هل المتحور، يعني نوع الكوفيد اللي موجود في الصين الفيروس، هل ده مثلا من النوع الصعب من النوع ولا من المتحورات اللي زي الأوميكرون اللي كانت 5 أيام وخلاص ويبقى معدل الوفيات منها قليل؟ هو الحقيقة ما زال هو متحور من متحورات أوميكرون، هو ليس متحور جديد تماما. أوميكرون حصل فيه تغييرات في بعض البروتينات الخاصة بالغشاء الخارجي، ده سهل إلى حد كبير في سرعة انتشاره، لكن الجانب الجيد في هذا المتحور أنه متحور ذو وطأة مرضية أخف بكثير من المتحورات السابقة، وخاصة بالطبع متحور دلتا، وبالتالي متوقع أن يكون في انتشار سريع، لكن في المقابل معدل وفيات أقل بكثير، معدلات إصابة شديدة ودخول مشافي بيكون أقل بكثير من متحولات أخرى. ليه هذا الانتشار الكبير في الصين؟ يعني هل لأنهم كانوا عاملين سياسة زيرو حالات اللي هي اللي كانت صارمة جدا وفجأة شالوا الإجراءات الاحترازية، أو إيه سبب هذا الانتشار السريع؟ بطبع يعني لا يوجد سبب وحيد، لكن يعني كان مجرد كان عدة أسباب، من ضمنها الرفع السريع بشكل مفاجئ للإجراءات الاحترازية، فتح المجال بشكل كبير بعد غلق دام شهور طويلة، بالإضافة مرة أخرى إلى موسم الشتاء. نعلم جيدا أن الأمراض التنفسية، تقريبا كل الأمراض التي تنتقل عن طريق التنفس بتزيد في موسم الشتاء، ظهور هذا المتحور سريع الانتشار، كل هذه عوامل اجتمعت في وقت واحد وبالتالي أثرت بشكل كبير على زيادة الحالات في الصين. في المقابل احنا بنشهد انخفاض في أعداد الحالات في معظم دول العالم، تقريبا كل دول العالم بتبلغ بشكل دوري تحسن أو انخفاض في معدلات الحالات، لكن مهم جدا نعرف أن الجائحة ما زالت مستمرة، الإجراءات الاحترازية ما زالنا مطالبين بها.
الاجراءات الاحترازيه الاساسيه من ارتداء الكمامه في اماكن غير جيده للتهويه، الالتزام بالتباعد البدني، غسيل الايدي، كل هذه الاجراءات العالم كله ما زال مطالب بها وتزداد اهميتها في موسم الشتاء حيث تنتشر امراض الجهاز التنفسي. هل في تعليمات من منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالانتقال السفر مثلا من الصين إلى الدول الأخرى؟ هل في تعليمات؟ لا، حتى الآن لا يوجد أي تغيير في توصيات منظمة الصحة بالنسبة للسفر، ما زالت منظمة الصحة تدعو عدم وضع أي قيود في حركة المواطنين أو البضائع سواء من الصين أو إلى الصين أو غيرها من أي دول العالم. الإجراءات الاحترازية هي الوحيدة التي يجب أن تراعى. في بعض الدول حقيقة بدأت مطالبة القادمين من الصين بسلبية اختبار البي سي آر لكوفيد 19، ولكن دي بتتم بناء على تقييم المخاطر، بناء على الوضع الصحي داخل الدولة، على الإمكانيات لاكتشاف الحالات، على أنظمة الترصد في كل دولة. لكن الأصل في الأشياء هو عدم وجود أي قيود، ده التوصية الأساسية في حركة سواء المواطنين أو الوضائع، ودي كانت التوصية منذ البداية. والحقيقة التجربة أثبتت أنه غلق أي دولة لم يحميها من صحيح. وصول صحيح. الوباء إليها أو يحميها من وصول أي متحول إليها، وبالتالي الغلق غالبا بيفتح أبواب خلفية للتهريب، للهجرة الغير شرعية، غير الهجرة غير الرسمية، وبتكون غالبا خارج أعين الدولة وخارج أعين أي أنظمة صحية. إمتى هتشيلوا وصف البانديميك عن الكورونا يعني؟ لا لسه احنا محتاجين فترة نتأكد فيها انه لدى العالم البشري كله مناعة كافية لمجابهة أي تحورات، انه لو في تحورات جديدة نقدر نواجهها، انه اللقاحات استخدامها اصبح بشكل كبير على مستوى العالم. هناك عدد من العوامل مهم جدا نوصل لها، اهمها بالطبع معدلات الانتشار على مستوى العالم وقدرة على مستوى العالم لمواجهة اي متحور جديد. وارد جدا ان يحدث متحور في اي وقت، مهم جدا نبقى متاكدين ان احنا قادرين نواجهه. بعدها يبدا رفع حاله الوباء او وصف الوباء او جائحه عن العالم كله. شكرا دكتور أمجد الخولي مستشار منظمة الصحة العالمية للأوبئة.